الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، فصل على النبي وأرنا عدد الخلائق حسب ولا يحسب. رب أرجعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن تبت إليك وأن المسلمين بعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ رحمه الله: الثانية إن المأثورة الخفيفة فيقال فيها شرطية في نحو اقتصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين. الثانية ما جاء على أربعة أنفس: إن المكسورة الهمزة المخففة النون، فيقال فيها تارة شرطية، معناها تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، كالذي بنحو قل تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، فحصول مضمون العلم معلق بحصول مضمون ما تخفونه او تبدونه. مكسورة الهمزة والنون مخففة، هذه الكلمة الثانية لما جاء على أربعة أوجه: إذ مكسورة الهمزة الخفيفة النون يقال فيها شرطية، معنى شرطية بمعنى تعليق الجواب على الشرط. عندما أقول مثلا إن تذاكر تنجح، النجاح معلق على المذاكرة، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه، فهذه هي الشرطية: همزتها مكسورة ونونها ساكنة. والشيخ يقول بتعبيره معناها تعليق حصول مضمون جملة في حصول مضمون جملة أخرى. مضمون الجملة هو المصدر المأخوذ من المسند المضاف إلى المسند إليه. فعندما أقول إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو، معناه قيام عمرو مرتبط بقيام زيد، ده المضمون يعني اللي هو المصدر المؤول، يعني المصدر يعني مفهوم المصدر يعني. فهو ده بيقول الشرط معناه تعريف حصول مضمون جمله بحصول مضمون جمله اخرى. الشارح تحت الهامش: كمضمون قام زيد وزيد قائم قيام زيد، قيام زيد. يعني إذا المذاكرة أو النجاح مترتب على المذاكرة. أقول إن تذاكر تنجح، ما معنى هذا الكلام؟ يعني النجاح مترتب على إيه؟ على المذاكرة. التعليق جملة بجملة. هذه هي اليد الشرطية. قال تعالى: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الآية الكريمة دي إن حرف شرط جازم، تبدو ده فعل الشرط ملزوم بحرف النون وهو جماعة فاعل. تبدو إيه؟ أن تخفوا. أن تخفوا؟ تبدو إيه؟ أن تخفوا؟ أيوه، أن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله. فإن حرف شرط جازم تخفوا فعل الشرط ملزوم بحذف النون من الأفعال الخمسة: واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفوها للجازم والنصب سمة يعني علامة، فلم تكون لتروني بطلا. ما اسم موصول بمعنى الذي، في صدوركم بصيغة الموصول، أو حرف عطف تبدوه معطوف على فعل الشرط ملزوم اسم يعلمه، هذا هو الجواب. يقول الشيخ: وإن الشرطية حكمها بالنسبة للعمل أن تجزم فعلين، يعني
هي ما عملوها أن تجزم فعلين مضارعين، واستشهد على ذلك بقوله جاب أمثلة ولا ما جابش أمثلة؟ جاب أمثلة؟ نعم. فين الأمثلة؟ نعم. طيب إن تعود نعود، قال إن تعود نعود. الأول هذا فعل الشرط مجزوم بحذف النون، والثاني مجزوم بالسكون. يبقى جزم فعلين مضارعين، وممكن تدخل على إيه؟ فعلين ماضيين. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. إيه حرف شرط جازم؟ عدتم ده فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، مبني على السكون في محل جازم. طيب كيف يكون الماضي في محل جزم؟ المجزوم الذي يكون مضارع، صح ولا لا؟ نعم. لأن الماضي دائما مبني والأمر دائما مبني، فلا يعرف من الأفعال إلا المضارع. يبنى فقط عند اتصال بنون التوكيد على الفتح، وعند اتصال بنون النسبة يبنى على السكون. صح ولا لا؟ نعم. لاحظوا أن إن عندما تدخل على الماضي تجعل زمنه إيه؟ في المستقبل، صح ولا لا؟ إن أحسنتم ها أحسنتم لأنفسكم. فأحسن قبل دخول إن كان فعل ماضي لفظا ومعنى. أقول أحسن زيد إلى أبيه، عند دخول إن جعلت هذا الماضي مستقبل، فهو ماضي لفظا لكن إيه مضارع معنى. فهمت ولا لا؟ فهمت كلام أبوك؟ نعم. فأصبح أحسنتم ده فعل ماضي مبني في محل جزم. أحسنتم لأنفسكم ده جواب الشرط مبني في محل جزم. يبقى إذا دخلت على ماضيين ملوش مجزوم لأنه مبني في محل جزم. طيب كيف يكون الماضي مبني في يعني كيف يكون في محل جزم وهو ليس مضارع؟ نقول لأن إن جعل الزمن مستقبل، فهو في اللفظ ماضي لكن في المعنى مضارع. طيب أو مختلفين، مختلفين زي إيه؟ مختلفين زي إيه ولا إيه؟ طيب ما هو من كان يريد محل جزم، شوف من كان إحمال ده اسم شرط جازم، كان أو ده فعل الشرط بس ده ماضي موفي هذا جواب الشرط، هذا مختلفين يعني. وذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة البدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى من قام ده فعل الشرط قام، غفر برضه ده فعل ماضي، يبقى دول ماضيين. يلا كمل الحديث بعدين. وقال الذي يقال فيها دارسا فتدخل على الجملة الاسمية التي في نحو عندك من سلطان بهذا، أي ما عندك من سلطان. أولاً النوع الثاني من أنواع إن أن تكون نافية. معنى نافية والتي إيه؟ يعني تعمل يعني تكون بمعنى ما. يعني شوف إن عندكم عندكم إيه؟ من سلطان بهذا. إن حرف نافي بمعنى ما، وعند ده ظرف مكان منصوب، ومن حرف صلة يعني حرف زائد، سلطان هذا مبتدأ مؤخر يعني أصلا ما عندكم سلطان بهذا، ما عندكم سلطان بهذا، صح ولا لا؟ وكيف أن تعرف من الزائدة بشرطين، أن تسبق بنفي أو استفهام وتدخل على نكر. فهمت ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. وممكن تغلق لو حدثها الكلام يستقيم. ما عندكم سلطان؟ إن عندكم سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان. في القرآن الكريم أن تأخذوا ما جاءنا بشير، أصلا ما جاءنا بشير. فمن الزائدة كيف تعرف أنها زائدة؟ تصدق بنفي أو استفهام. هل لنا من شفعاء؟ أصلا هل لنا شفعاء؟ فدي من الزائدة، بس تأتبها مع القرآن والحق صلة. يبقى سلطان أو ده مبتدأ مؤخر
مجرور لفظا لكن مرفوع محل. الشاهد من إن هنا استعملت نافية كان حرف نافية أي ما عندكم من صفات. وعلى الفعلية الماضوية إن أردنا ها يبقى هو يقول تدخل على الجملة الإسمية، هي دخلت على الجملة الإسمية. في جملة إسمية ما عندكم صفة بس تقدم الخبر على إيه ها على المبتدأ. طيب الثالث تدخل على الفعل الماضي زي ايه؟ ده لا تفعل. إن أردنا إلا الحسن. يعني ما أردنا إلا الحسن. أهي إن مع إلا يفيد الحصر. إن أنت إلى نبيل. يعني ما أنت إلى نبيل. صح ولا ما لا؟ أهي بقى تفعل على جملة اسمية. إن أنت إلى نبيل. هنا إن أردنا أراد فعل ماضي. لكن على سكون اتصالي بناء الدل على عظمة. وناء الدل على عظمة مرموز مبني في محل رفع فاعل. الحسنى ده مفعول. ها؟ إلى إيه؟ إحسانا. نردنا إلى إحسانا؟ والحسنى؟ نردنا إلى الحسنى. نردنا إلى الحسنى. لا إذا ولا إلى إحسانا؟ فيك توا؟ نعم توا. طيب يعني هي رضا إلى أحسن؟ في أي كلمة؟ في أي سنة رضا إلى أحسن؟ أيوه رضا إلى أحسن؟ طيب حرف إيه؟ فإن حرف نفي بمعنى ما ودخلت على الجملة الفعلية اللي هي فعلها ماضي يلا كمل يا ابن والمضارع العينية التي في نفي يمن الظالمون بعضهم بعضا يا سلام إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا إيه؟ إن بمعنى ما يعني ما يعد الظالمون بعضهم إلا إيه؟ مرورا صح ولا لا؟ أصبحت النفي مع إلا يفيد القصر في دولات القصر أو الحصر يعني مفهوم؟ طيب فإن النافية تدخل على جملة اسمية أو على جملة فعلية فعلها ماضي أو على جملة فعلية فعلها مضارع. حكم وحكم الإهمال عند الدخول العرب. أيوه معنى الإهمال يعني أنها لا تعمل. لكن عند أهل العالية وأهل العالية نجد الكلي الرياض حاليا يعني. نجد الرياض يعني. وما جاورها. اسمها لغة إيه؟ أهل العالية. اسمها لغة أهل العالية. يمكن عشان الجبال هناك مرتفعة أو الأرض يعني مرتفعة. فالمهم أهل العالية يعملونها عمل ليس. يقول فين هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. يعني ما هو؟ تعتبرها حرف نفي عمل عمل ليس. شفتوا ولا لا؟ لأن الحروف الناسخة التي تعمل عمل ليس أربعة. ما حجازية ولا ولا وإن بس إن عند أهل العالية فقط لكن جمهور العرب تهمة عندها مع التهمة يعني لا تعرف الاسم ولا تنصب الخبر تكون مهملة لا عمل لها دم اليد وأهل العالية يقولونها عمل ليس فينفعون بها الاسم ويوصفون بها الخبر نثرا وشعرا فالنثر نحو قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية فأحد اسمها وخيرا خبرها. إن أحد يعني ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. صح ولا لا؟ لما سألكم معافى في بدنه، معافى في سمعه، معافى في بصره. ها؟ يعني سبحان الله حتى لما يقول يعني الحكمة يستشعر طعمه، لكن لو كان ثري جدا وغني ومعاه مال وفير وكثير لكنه مريض، هل يستطيع من الحياة؟ لا يستطيع من الحياة. فهو يقول إن أحد خلى من أحد إلى إيه؟ وليس بالمال وليس بالجاه ولا ليس بشيء من هذا الكل يعني. فهو يقول هذا من قولهم هم إن أحد خيرا من أحد. التقدير عندهم ما أحد خير من أحد إلا بالعافية. فعملت عندهم نثرا وعملت عندهم شعرا كما قلنا في البيت إن هو مستوي على أحد إلا على أضعف المجانين. فمن هذا البيت يعني يقول هذا الرجل ليس له ولاية على أحد الناس إلا على أناس هم أشبه بالمجانين.
فهو يعني يقول يدعي أنه يعني يكون سطوة أو حكوة، لكن ليس له داعي على أحد. إن هو مستويا يبقى هو ده ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم إن، مستويا خبر منصوب. فتعمل عمل ليس عند أهل العالية. كم جدها؟ وقد اجتمعت من الشرطية والنافية في قوله تعالى: ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فإن الداخل على زلت شرطية، وإن الداخل على أمسكهما نافية. ولئن زالت ولئن إن هذه شرطية لها فعل شرط، زالت السماء والأرض هذا فعل ماضي الأفضل لكن إيه مضارع معنا. طيب إن أمسكهما يعني ما أمسكهما من أحد، إذا اجتمع النفي والشرطية في آية واحدة، الأولى شرطية والثانية حرف نفي. كم جاب؟ يقال فيها تارة مخففة من الثقيلة. ولاحظ إنه بدأ الشيخ يقول: واحد ابتدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم. عندما قال ربنا جل وعلا: ولئن، اللام دي واقعه في جواب قسم، يعني والله لئن. اكتبها ولا مفهوم؟ اكتبها يا ولد. ردوا علي اكتب. نعم. امسح الصبر. طب يا ولد، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد، اللام دي يبقى وقع في جواب قسم، يعني والله لئن، وأصبح إن كده، هذه إن دي شرطية. زالت المفروض فعل الشرط يحتاج إلى إيه يا ولد؟ إلى جواب. هنا حذف جواب الشرط لأن القسم تقدم على الشرط. الشيخ يقول: واحدث لدى اجتماع شرط منقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. يعني لو قلت والله إن ذاكر محمد لينجحن، هذا جواب القسم، صح ولا لا؟ وحذف جواب الشرط لأنه إيه؟ دل عليه دليل، يعني تفيد جواب القسم على جواب الشرط. طب أقول إن والله ذاكر محمد، أقول ينجح. يعني إذا قدمت الشرط يبقى الجواب بالشرط، وإذا قدمت القسم يبقى الجواب بإيه؟ فشوف ما أمسكهما من أحد من بعده، هذا جملة إيه؟ جواب القسم، وحدث جواب الشرط لأنه إيه دل عليه ذلك. من أحد يعني أصلها ما أمسكهما أحد، فأصبح من دي كما قلنا زائدة ويقال لها في القرآن سنة. تفضل يا ابن. يعني جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، والقاعده تقول: واحد ابتدى اجتماع شرط وقسم جوابا ما خالف فهو ملتزم. يلا ويقال فيها تارة مخففة من الثقيلة التي بنحو قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينا، في قراءة من خففة الثقيلة. وإن كلا لما ليوفينا، في قراءة إيه ولا من خففة، أصلا وإن صارت وإن، وهما الحرميان. حرميان المقصود نافع إمام المدينة، وابن كثير اللي هو إمام إيه؟ مكة المكرمة. صح ولا لا؟ طيب. وأبو بكر اللي هو يعني شعبة يعني. وهو إيه؟ يقول إيه؟ وإن كلا إيه؟ انتوا عارفين يا اولادي ان اذا خففت، الشيخ يقول: وخففت ان فقل العمل وتلزم له اذا ما تهمل. شوف وان اصلها وان، صح ولا لا؟ قال وان،
طيب وإن صارت وإن كلا الاسم لما لا يوفنهم يعني إلا يوفنهم أعمالا فكلا اسمها وما بعدها خبرها ده كلام الشيخ طيب نرفع من الكثير نسبة للحرم المدني والمكي وقرأت البكر بسبب الكلمة وتشديد لما إن مخففة من ثقيلة من اسمها اللام في لما لام ابتداء لما وصول خبر يعني الذي ليه وفنهم جواب القسم لقد جواب القسم محذوف صلى الله على رسول الله عليه وسلم يبقى قلت إن كان أصلها إن اللي احنا درسناها قبل ذلك بما فيه فإن عندما تخفف الأكثر في كلام العرب أنها تهمل لا عمل لها وعند إهمالها تدخل لام في الخبر تسمى لام الفارقة بين النافية وبين المثبتة المخففة وإن قل لن تسمها فيوفي النوم اللي هي الخبر كم جاب نقرأ؟ هو يقول ايه؟ لما اعتبرها اللام يعني اللام لام ابتداء يعني هي داخله في الخبر يعني لام ابتداء هي داخله في الخبر وما بمعنى الذي هو الشيخ قد يفصل كده فان كل الذين والله ليوفيناهم اصل ليوفينا ده فعل مضارع مبني على الفتح باتصاله بنون التوكيد صح؟ وقبل دخل عليه جم قسم ليوفيناهم يبقى اللام دي وقعت في جم قسم اين القسم محذوف؟ يعني والله ليوفيناهم سمعني يا ابني ولا لا؟ طيب كتبها على صفوره وكمان؟ مشدده لما هذه كلمه تقول لما ما تكون موصوله لكن لما 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 تبقى مشدده بمعنى الا بمعنى الا اتفضل ومن ورود اجمالها قوله تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ بقراءه مخففه لما وهو نافع ابن كثير وابو عمرو وابن سائب وخلف ويعقوب. ايوه في خلق من خلق ان كل نفس لاحظوا الايه السابقه خففها مع الاعمال وهنا خففها مع الاهمال. صح ولا لا؟ ما احنا قلنا ان اذا خففت جاز اعمالها وجاز بس الاهمال اكثر. هذا معنى كلام الشيخ وخففت ان فقل العمل. يعني شوف يا اولادي هجيب مثال حتى يتضح المصادر. هذه إن يا ولد شوف إن زيدا ناجح إذا أخففت أقول إن زيدا ناجح فهنا تخفف ومع الإعمال وقلنا هذا قليل طيب أقول إن زيد لناجح وإن مخففة مهملة لا عمل لها زيد مبتدأ وناجح خبر عدد ايه يا ولادي؟ ها؟ ده ايه؟ وعشان كده واتى الايه الاولى مخففه مع الاعمال والايه الثانيه مخففه مع الاهمال ان بعدها كله ان كل نفس كله مبتدا ونفس مضاف اليه. يلا كمل يا واما من شدد لما هو ابو جعفر وابو عامر وعاصم وحمزه فهي اي عند منافيه ولما ايجابيه على لغه هذيل بمعنى الا ايوه تقدير ما كل نفس الا عليها حق ايوه يبقى شوف من شدد شوف ان كل نفس لما بمعنى الا فاصبح ان نافيه والا بمعنى وما ولما بمعنى الا ده اسلوب حصر اسلوب حصر يعني تفضل ويقال فيها تارة زائدة لتقوية الكلام وتوكيده والغالب ما اتقى بعدها النافية كالتي في نحو ما إن زيد قال احنا ماء الحجازية دي يا ولادي تعمل عمل ليس بشروط. أول شرط ألا تقع بعدها إن.
الشعر يقول بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزن. بني غدانة يعني يا بني غدانة قبيلة من قبل العرب. ما إن فما حرف نفي يعني عمل ليس، وإن نافية هناك نفي إثبات صح ولا لا؟ عشان قال أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، يبقى أنتم مبتدأ وذهب خبر. فإن هنا عندما دخل بعد ما هذه زائدة من الأصل ألا تقع، فكيف تعرف إن الزائدة اللي هي الواقع بعد ما يقول مثلا ما زيد ناجحا، أقول ما إن زيد ناجحا، فإن هذه زائدة. وطبعا كيف عرفنا زيادتها؟ إنك إذا حدثت الكلمة المستقيم وتكف ما الحجازية عن العمل في المبتدأ والخبر. شوف ما الحجازية تعمل عمل إيه بيدها؟ تعمل عمل إيه؟ ليس ما هذا بشرا. لو كنا في غير القرآن ما إن هذا أقول بشر، في غير القرآن أقول ما إن هذا بشر. فما حرف نفي يعمل عمل ليس، إن كفت عن العمل. لا، هذا بشر مبتدأ وخبر. كقوله فما من طفل فينا ولكن منايانا وضربت اعقابنا. فما ان طبنا، طبنا جبن ثمانيه يعني عاداتنا وشأننا. عاداتنا، عادة دي اسم مش طبنا، طبنا دي ضربة فعل ماضي. طبنا، طبنا يعني عاداتنا. فطبنا ده مبتدا وجبن ده خبر. فاصبحت ان عندما وقعت بعد ما كفتها عن العمل. هنقول ما ده حرف مهمل بسبب وقوع ان، يعني بعدها. فهم جد؟ فان تقدمت ما على ان فهي اي ما ناجيه، وان زائده نحو ما تقدم من الدكان والبيت. وإن تقدمت إن على ما فهي أي إن شرطية، وما زلت نحو وإنا تخافن من قوم خيانة. أيوة. شوف اللمحة الجميلة دي يا أولادي. أشوف عندنا ما، ما زيد قائما، ما إن زيد قائم. لاحظوا انه ما تقدمت على ان صح؟ اصبحت ان دي زائده. طيب ان دي تقدمت على ما يبقى ما زائده. الايه بتقول اللي قلتها منها؟ ان تخافن. شوف قال وان ما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. ان حرف شرط جازم دخلت عليها ماء الزائدة. دخول الحرف الزائد في التوكيد. عاملين غير ولا لا؟ ما بدي ادخل اعتباطا كده، دخول الحرف الزائد في ايه يا ولادي؟ اصلا وان تخافن من قوم خلف فانبذ. فالقران قال وانا فادغمنا النون في النين. اسم الغم قلنا صح؟ بس لما تفك الغم هتقول انا. فإن إذا تقدمت على ما أصبحت ما زائدة. طب وما لم إذا تقدمت على إن يبقى إن زائدة. عرفنا الفرق؟ سامعين ولا لا؟ الثالثة مما جاء على أربعة أنظر أن مفتوحة الهمزة مخففة النون فيقال فيها تارة حرف مصدري أولى مع صلتها بالفتح أولى مع صلتها بالمصدر وتنصب المضارع لفظا أو حدا. فالأول يريد الله أن يخفف عنه، والثاني نحن يريد النساء أن يرجعن أولادهن. سلوى على الحبيب، احنا قلنا إن قلنا دي تابعة على أربعة أوجه، مش كده ولا قلنا في إن شرطية وفي إن نافية وفي إن إيه كمان زائدة وفي إن مخففة من الخفيفة. يبقى أدركنا الحديث عن إن اللي هي مقصود الهمزة منها سكن. لأن أنا أتكلم عن أن مفتوحة الهمزة ومنها ساكن. صح يا ولادي؟ فيقول أن يقال فيها ترى حرف مصدري تؤول مع صلتها بالمصدر وتنصب المضارع لفظا أو محلا.
يريد الله أن يخفف عنكم. الثاني يريد النساء أن يطيعن أولادهم. صلوا على الحبيب. يطلع العبادة إلى ميلاد إلى أقل بس النساء بس معك فضرت المخالف حق مصدرها فضرت المقام بها حق مصدرية ومن معصلتنا بالمصدر أيوها وتنصب المضارع لفظة بس تنصب المضارع لفظة اسمع كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم يريد فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب والجزم على أن ترفع إيه؟ ضمة يرفع مضارع إذا يجرده من ناصب وجازم الله عز وجل فاعل مرفوع على طرف الضمة أن مخففة أن أسميها خد بالك حرف مصدري ونصب نصب يعني نصبت المضارع مش كده ولا لا؟ نصبته لفظا صح ولا لا؟ نصبته إيه؟ هذا اللفظ المخففة فعل مضارع مصنوع على نصب الفتحة الظاهرة بعد ما أصابته وأفضل مع ما بعدها مصدر اسمه حرف مصدر اسمه حرف منصور يعني فيخفف مع أن موضع مصدر يعني يريد التخفيف عنكم المصدر ده يعرف حسب موقعه يعني يريد التخفيف عنكم نلاحظ أن هنا نصب المضارع لفظا طيب يريد النساء أريد كده يريد النساء أن يرضعن لحظة شفنا يرضعن ده فعل مضارع مبني على سكون اتصاله بنون ايه؟ طب وما سوق ايه ولا فأن أن تنصب ولا تنصب هو مبني على سكون في محل نصب صح ولا لا؟ مبني في محل نصب أيوة هنا يعني نصبت محلا ولم تنصب لفظا وأم هذه هي الداخلة على الفعل الماضي بنحو أعجبني أن صمت. لما تدخل على الفعل الماضي لا نفهم